صح والله تعبنا قطينا كلنا لين وصلنا المبلغ. تعال 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 امشي. وش ذا؟ هذه مفاجأة. اليوم مقطع مرة أسطوري. اليوم إن شاء الله زي ما تعرفون بنفاجئ ركان، الحمد لله أنه رجع لنا بالسلامة، سوينا له مفاجأة وهو ما يدري طبعا، وبس قلنا أنه بناخذ شاليه بنستانس بنبسط، قال خلاص مو مشكلة. إحنا أنا جايبين له هدية، بسعود ونواف جبنا له هدية مرة قوية. وش الهدية؟ ولا نخليهم يشوفونها مع بعض؟ يشوفون يفاجئون مع ركان. بنخليها مفاجأة إن شاء الله. وحبينا نسوي، من زمان ما سوينا حفلة ركان والحمد لله نرجع بالسلامة. إحنا قلنا له في شاليه بنطلع بننبسط، فخلينا ركان يجيب أغراض ورتبنا الحفلة وضبطنا كل شيء. بتشوفون شغلنا إن شاء الله شغل مرة أسطوري صراحة، فكرة مرة جديدة، وإن شاء الله يستانس معنا وينبسط إن شاء الله بالرجعة الجميلة. وكم توقعون يوصل مقطع لايك عشان نتفاجئ؟ إحنا ودنا نحط عدد معين، بس اللي يشوف المقطع يحط لايك وبس، ما نبي منك. نبي نوصل أكثر عدد لايك، وما بقى لنا شيء على 5 مليون. يلا ان شاء الله بهذا المقطع باذن الله نقدر نقول نجيب، ما نقدر نقول نوصل 5 مليون، نجيب عدد مره اسطوري. نقدر نوصل 5 مليون، ما في شيء مستحيل. يعني لو اي واحد الحين يجي يسوي فولو يسوي اشتراك نقدر نوصل ان شاء الله بقرب، يعني ان شاء الله يمكن نوصل بهذا المقطع 5 مليون ان شاء الله. ان شاء الله متفائلين فيكم، واليوم مقطع ان شاء الله بيكون غير عن كل المقاطع، ان شاء الله بيكون مقطع مره اسطوري. استمتعوا. خلوكم مع المقطع القوي. زي ما تشوفون الحين في الشالين جهز الحفله قبل لا يجي ركان. متحمس للحفله؟ لا. انت متحمس؟ ايه. متحمس للحفله؟ متحمس مره. يلا ايه واضح مره. مره. يلا اليوم فعاليات. والله ما قصر صراحه، يعني الحين انت ارتاح. تكون حفله اسطوريه صراحه، احنا الثلاثه اليوم اشتغلنا فيها، جبنا لها هديه احلامه. صح والله تعبنا قطينا كلنا لين وصلنا المبلغ. فشوفوا هذه الهديه، ودنا نفتحها لكم ونوريكم اياها، لكن بنفتحها ان شاء الله اذا جاء ركان. تشوفونها كلكم انتم بركان. مفاجاه يعني للجميع. خلاص. طب ايش فيك زعلت؟ عادي بالله بكمل عليهم. بالله تكفى يا سعود. يعني هو سعود عادي اجلس. ساعات عجلس اجلس سعود. والله بنتعب. والله سعود اجلس، لا تسوي شيء. اجي بنفخم ببقعهم عادي. لا بالله عشان سعود ترى بقفلك كبدي. سعود عشان يصير والله عشان يمدين، ما في وقت يا سعود. كمل تعبت. وش كم تفخت؟ تعبت على ايش؟ والله 15 واحد عشان يمدينا يا شباب. يلا يا الله، تونا ما خلصنا الحفله وناموا. تونا ما خلصنا يا شباب، جاني النوم. انت من المن والله، لو كنت جاي مع ركان ابرك. شوف جاه من النوم. اوه انت مستعدين؟ انتم مواصلين؟ انت مواصل؟ مواصل انت؟ انا ايه. شف ناموا ولا سوينا الحفله ولا خلصنا الحفله. اخر مره ذولي اسوي حفله معهم، والله اخر مره. متحمسين مره؟ مره. انا ودي اشوف رده فعله، يعني ان شاء الله بتكون رده فعل مره اسطوريه. شوفوا هذه الهديه زي ما تشوفون. جمعنا يعني مع بعض. اي والله من زمان ما صورنا مكان مره كويس، يعني كم لنا شهر تقريبا ما تقابلنا كلنا من زمان، وجهزنا كل شيء، ما قصروا سعود ونواف، طبخوا كل شيء. واضح ما فقعها هذا. واضح. ايش عقب؟ والله تعبنا واحنا على ما خلصنا. لا 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 لا, لا. اي حرام عليك يا اخي. لا بنصور ركان الان وهو جاينا. مستعدين؟ مره متحمسين. هذاك هو ركان. قرب له، نروح له. اي يلا. طولت علينا انت. والله انت مشكل، مالي خلق. جبت كور والله انك تفهم يا ركان. بالله اني داري، اقسم بالله انك تفهم.
شكل الشريح نايم صح؟ مع السلامة بروح. الشريح كيف؟ والله يا ركن أسطوري حرام عليك والله. والله مرة. يعطيك العافية. يلا دخلنا بسم الله. بسم الله. طبعا هذا اليوم فلقنا عن الشاليه وناس اليوم جايين ننبسط ونلعب عشان كذا جايبين ادفع لكم من البقاله. ايه شكرا على العصيرات. جاب لك لا ما شاء الله يا دي جيب حق الشو اخولها. سك الحديده سك الحديده خلها خل. متسع والله والله هنيكم على الذوق. كيف المسبح يا رب انه غويط غويط قصدي يعني عميق. اوه لا لحظه لحظه لا تيجي لا تيجي لا تيجي دقيقه لا تيجي لحظه خليني اضبط الاضاءه. يلا تعال يلا وشي تعال كيف تعال فتعال امشي. وش ذا هذه مفاجاه. تستاهل تستاهل. خلاص انا اشيل كمام عيال عادي ها؟ شلك اوه وش المفاجأة ذي؟ تستاهل يا عيال. تستاهل تستاهل تستاهل. ثبتها وخلاص عاد يشاركم بالفرحة. طبعا. انا موجود. اخص اخص. شوف خرب خرب. ها والله ما طبعا اول شيء اشكر العيال صراحة نواف السعود. ما قصروا على الحفلة القوية. السلام الحمد لله رجعت لنا. الله فقع 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 ترى ذا دب عاد يحسبون. تستاهل والله تستاهل. الله يسلمك. وهذه هدية بسيطة صراحة مقدمة من أعضاء قناة أنينكم سعود ونواف وحسام. يعني من زمان عنها وكذا. اقبلي عيال تكفون قولوا لي سيارة. لا خسي. لا تفلها عاد لا تفلها. تستاهل تستاهل تستاهل. تستاهل. يا راكان. يا راكان. غني له غني له غني له غني له غن لا غيرها غيرها فاضي ماني مصور والله ماني حاطها على الهيبة ماني مصور ركان. لا لا سعود 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 لا لا من فوق من فوق سعود 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 دقيقة لا 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 سعود 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 لا لا شعر 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 فرحان فيه والله فرحان فيه يلا عجبت يلا الله يلعب لا 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 خلاص 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 لا لا هناك 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 برا 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 هناك برا برا ازين العيال ازين والله ما استاهل برا ايه برا برا عيال احس ان اشم ريحه مقله ما ادري ليش ما دام الكاميرات موجوده قدامي الحين احس انها في مقله صح كذا كذا يلا 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 سعود هذا اقل شيء نقدمه طبعا هذه الهديه ترى مو بس احنا المتابعين برضو المتابعين شايف يا عيال جبت سعره وين موجود سعر تستاهل 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 معليش تراني بجيح يلا يلا حلال كبد لا صدق والله والله لك اوكي يلا اخر موديل احلى والله العظيم طبعا هذه اللي شارك في الهديه احنا والمتابعين طبعا والله استاهل يا الله انا باقي بعد دقيقه خلينا نشوف ذا الجديد يا اخوي اوه ما شاء الله شوف شوف ارنو ما شاء الله شوف ثلاث كاميرات شوف شوف ثلاث كاميرات يا هلا تستاهل والله نواف بالله كود تكفى طبعا ها ترى المتابعين شاركوا بالهديه مو بس احنا احلى اي والله والله شكرا يا عيال اقسم بالله شكرا للمتابعين شكرا للعيال يا عيال والله انكم كفو والله انكم كفو وش ذي هديه ثانيه؟ هذه مفتاح سياره لا تكفون في السعر يا عيال ما شلتوه كيف شلتوه يا عيال السعر؟ لا يشوف لا يشوف خلاص فكفك ما عليك تدق علي شيله هذا عطر ماركة وش ذي؟ كم شريت ولا عيب نقول السعر؟ عادي ب 600 شريتها حيوان والله العيوان والله ما ينفعك 100 ريال حجيت لا طلعها ذي يا عيال شقة شقة كرتون شقة جيب جيب امسك صبر ما
انت بستاند وراي. لا يعطيك العافية كان ما قلت لك شكرا. اي قصدي صح شكرا. تستاهل تستاهل. خلاص عيال متأكدين عيال. وراه عطر دقيقة توي لاحظ. ريحتي مخيسة. ألف ألف مبروك حبيبي. تكسر بالعافية إن شاء الله. الحمد ربك جاك أيباد. إي والله يا تكسر بالعافية إن شاء الله. بسم الله شكرا. يعطيكم العافية يا عيال. تستاهل هذا قليل حقك. هذا الشرف اللي بينقابل بس. وتستاهل والله يا بعدي. والآن ترفيه نلعب من شلة شلة لكم الآن. الشمس لكم. يلا سباحة. وش ترى جايب لكم عيال. برد خاطري عادي. يلا برد خاطرك روح. لا 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 لا. بس بس عشان بنحطه بالمسبح. بنحطه بالمسبح عشان التصوير. يا سلام يا سلام. بالمسبح صدق ايوه حطه بالمسبح وتمسك. يلا يلا متحمسين متحمسين يلا يا شباب يلا هيا نمرح هيا نلعب هيا هيا. والله انا بعيط. يا الله نواف متحمس. نواف دقيقة بالله شو بس عم نطق كلنا. ما صور بعد. الله يقلعك يلا كلنا. بتصور بالجوال. الحمد لله قربنا نخلص يوم جميل بس باقي مفاجأة مفاجأة هالركن إيه الحين ما جاي هذا الغبي إذا بقوله هل هاي هل كتير مفاجأة ركن لا تفضح ترى مو جاي ترى ركن ما قلت لي والله بغيت تجيب الطع أنت يلا خلنا نسألك له هلا ركن يلا البس أنت حقين تك تك يا عيال ها تابعوا حسام وسعود مجانين يمين بلا مهبر والله بيخربونا ونواف التوثيق التوثيق لا ونواف ترى كلهم ثلاث حسابات موجودة تحت والله العظيم اني عاقل بس هذا يخربني اقسم بالله انهم خربوا كلهم ثلاثة يمكن انا خرب معهم واصير معهم وارقص يلا ترى كم ما نحسب في التيك توك اي ما عندك جيبوني معهم يلا كلنا مع بعض واحد واحد أنا واحد ينشر حسابه يلا بنحط وجهه نقول يلا مثلا حسام تيك توك يلا ضيفوه وهذا تيك توك يبغى وانت مثلا وش تبغى انستغرام متاكد شوفوا والله العظيم بقول شيء والله ما اكذب صراحه حسابه في انستغرام مره متفاعل ما شاء الله بس اللايكات ما شاء الله لايكات ناس عندهم مليون بس مشتركينه قليل يا اخي مو معقوله يا اخي سو فولو يلا يستاهل 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 انا يا شباب عزيزي. انا يا شباب حياكم الله تعالوا في تويتر انزل تغريدات انزل تغريدات والله ما لهم دخل تعالوا انتم عليكم راح اجيبكم يمين بالله قوي مره كم تبي توصل 100,000 خلاص صعب شوي صعبه 20,000 يلا اصروا 20 تفضل السلام عليكم تيك توك سناب تويتر فيسبوك كل شيء لا اخلص قلهم تيك توك تعالوا تيك توك الانستغرام حقي طبعا اهل ركان الله يعطيهم العافيه حبوا يساعدونا بالحفله وجابوا لركان هدايا وما يدري ركان طبعا فسعود راح يجيبها الحين وبنروح بنجيبها شكرا شكرا اهل ركان والله ما قصروا ساعدونا على الحفله الحلوه فبنشوف الان طب ها عرف ركان لا ما يدري مفحشين والله ما يدري والله يلا 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 طبعا مو بس احنا اللي سوينا الحفله برضو اهلك شاركونا بالحفله اي والله تعال لا لا في شيء تفضل ذاي عيال تعال ادخل عشان طلع ادخل دلع عينك اليوم دلع عينك يا الله بس استنى قبل ما تفتح ركان سيوقع من مين؟ من اهلي من اهلك بس من مين بالضبط؟ امي صح يلا ايش جايبين؟ ما شاء الله اوه ذاك اليوم هشام اخر الاسقام
اخر الاسقام من امك وابوك. اخر الاحزان. اخر الاسقام. اسقام. اخر الاحزان شكرا. يعطيكم العافيه. ما قصروا الاهل صراحه، بصراحه الفكره كانت من الاهل برضو ان نسوي شاليه. والله ما قصرتوا كلكم يا عيالي، مين بالله. شكرا يلا يا شكرا. شكرا يلا اليوم انا عيالي بعزمكم في الصالون بنهشم مع بعض. خلاص نوف نوف نطيح سعود. نطيح سعود. لا خلهم خلهم يا رجال. نطيح خلهم خلهم. نطيح خلنا هذا هو النتيجة. يلا سعود يا دبي نروح احنا، انتم قروشتونا. لا لا طيب انا ارفع دوعي. لا ما عليك نطيح. نعرف نطيح. تعال تعال تعال. انتبه يطيح راسك. انتبه انتبه. يلا تعال خلينا نمشي. ما راح اني انا. حرام عليكم عشان اضيع. وطبعا كذا وصلنا لنهايه المقطع، ان شاء الله نال اعجابكم يا جماعه الخير. واخيرا رجعنا جروبنا كامل الان، فبتشوفون ان شاء الله مقطع مره جبار ان شاء الله الاسابيع الجايه. اي والله نحتاج بس دعمكم. تكفون نبغى اشتراكات مره قويه. تكفون وصلونا 5 مليون، الحين وصلنا 4 مليون و500. ان شاء الله نوصل ان شاء الله 5 مليون ونحتفل كلنا ان شاء الله. شوفوا ان شاء الله كل مليون نوصلها بنسوي احتفال اقوى من الثاني باذن الله. ان شاء الله بنسوي شيء قوي ان شاء الله، وكلنا يد واحده ان شاء الله معكم. احنا ان شاء الله بنكون الجيل هذا والجيل اللي بعده والجيل هذا معكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ونحاول نبسطكم ان شاء الله بكل السنين القادمه ان شاء الله. ان شاء الله بتشوفون مقاطع مره جباره، بس الله الله بالدعم، وابشروا بكل شيء علينا. ازهلوا راح نحارب الظروف عشانكم ان شاء الله، وراح ان شاء الله باذن الله بقدر المستطاع كلنا نصور ونضحي اكيد باوقاتنا عشان نسعدكم ان شاء الله يا رب. انتم تستاهلون كل خير ان شاء الله يا رب. يعطيكم العافيه عيال، شكرا لكم على المفاجاه، والله يسعدتوني كثير. بنحط لكم كلهم حساباتهم موجوده تحت، اتمنى انكم تروحون تتابعونا. ورابط رابط كلنا هذول اهم شيء عندهم التيك توك، ونواف عنده ايش الانستغرام، وانا تويتر. فاتمنى دعمكم يا شباب، وبتشوفونا هناك ان شاء الله نتفاعل برضو. يعطيكم الف عافيه يا شباب، نراكم حلقه قادمه ان شاء الله. كم معكم كم سليمان سليمان حسام سعود سعود.